السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حابب أشارك معاكم موقع. الموقع ده بيقدم خدمة كبيرة جدا، وهي خدمة إنك تحول الصورة اللي بصيغة JPG تحولها لملف وورد. كتير جدا ممكن يحتاج إن هو ينقل ملف من كتاب، الكتاب ده ما يكونش موجود، مش متوفر على الشبكة بصورة PDF، ويبقى معاه الكتاب نسخة ورقية، فيبقى محتاج إنه ينقل منه ملفات لملف وورد، فبيضطر إن هو يكتب أو يوديها للأسف المكتبة، تاخد منه مبالغ كبيرة جدا عشان تكتب له صفحة واحدة. ده الموقع ده بضغطة زر واحدة هيحول الصورة ديت لملف وورد متنسق بصورة ممتازة جدا. أنا نفسي جربت قبل كده تطبيقات كتيرة جدا ومواقع كتيرة جدا، بس أول مرة ألاقي خدمة بالصورة دي، فحبيت أشارك معاكم الموقع ده، لأن هو صراحة فايدة مهمة جدا إن كل واحد فينا يبقى معاه، يبقى قادر يوصل للموقع ده ويتعامل معاه. أنا هنا هاجي على متصفح جوجل وهكتب أونلاين OCR.net، هو مباشرة هيدخلني على الداشبورد، أو ممكن إن أنا افتح من متصفح جوجل لو انا مش فاكر اسم الموقع او كده، اكتب بس OCR كده هيديني نتائج البحث، هتلاقيه هو موجود في النتائج الاولى اهو. هاجي اضغط على ده Free Online OCR، هيدخلني على نفس الصفحة اللي احنا دخلنا عليها دلوقتي اهي زي ما انتم شايفين كده. تمام، اجي للصفحة بتاعتنا، هتلاقي هنا خدمات الموقع كلها فوق، هتلاقي زي ما انت كاتب كده PDF to Word، PDF to Excel، PDF to Doc، PDF to Image. الملف الموقع بيشتغل بصورة سهلة جدا وبسيطة جدا، اي حد ممكن يتعامل معاه بمنتهى السهولة. كل اللي انت هتعمله انك تيجي على خانة Select File دي وتضغط عليها، هو مديك تحت اشعار ان الماكسيمم فايل سايز 15 ميجا بايت، وده معناه ان حجم الصورة او مجموعه، يعني حجم الصوره اللي انت هتضيفها لازم تكون حجمها صغير، وبالتالي مهمه جدا انك تبقى دايما واخدها بصيغه JPG علشان يبقى حجمها صغير. فلو الصوره، لو الملف عندك في صوره PNG او TFT، اي صيغه تانية من صيغ الصور، لازم تحولها الاول لصيغه JPG. الصوره اللي معانا ديت حجمها زي ما انت شايف هي 3.6 ميجا بايت، هنضغط عليها كده، اختارها، اختار هو الملف لغاية ما هو طبعا بيحمل بسرعة جدا جدا، لغاية بس ما يحمل هفتح معاكم الصورة عشان نشوفها الأول. دي صورة أنا مصورها من كتاب علشان أستخدمها في الفيديو. هو حمل الملف تحت زي ما انتم شايفين، انتهى شريط التحميل. نبص بس الأول على الصورة عشان نشوف ايه المنتج اللي احنا هنستخدمه في ان احنا نطلع ملف وورد. يعني هو حمل الصورة أسرع ما الجهاز بتاعي بيفتح الإيه الصورة. هكبر بس الصورة كده عشان نشوفها. طبعا أنا حاطط الورقة البيضة دي عشان كل لما يبقى فيه خلفيات معتمة، أنا جربته قبل كده، لما يبقى فيه خلفية معتمة ورا الكتاب اللي بتصوره بيطلع ظل لونه غامق في النتيجة بتاعة الوورد، وديت حاجة طبعا هتبقى مزعجة، فمهم إنك تصور الخلفية كلها بتبقى بيضة. أهو زي ما أنتم شايفين ملف JPG صورة غير قابل ان هو اقدر اعمل فيه اي حاجه. دي انتروداكشن عن حاجه عن الفطريات عندي في الدراسه، نطلع بقى من الملف ده، وهو كده حمل الملف. هنا هتلاقي بمجرد ما يخلص التحميل البوتون بتاع كونفرت هيتفعل، هاجي اعمل هنا كونفرت، ادوس كونفرت، هيبدا هو يعمل بروسيسنج ويحمل الملف دي صوره وورد. هو بيعمل بروسيسنج وده التحميل بتاعه، في مربع تحت اسمه مربع الانتاج، هو بيدي لك فيه الايه النتيجه. الحاجه الثانيه انت ممكن تدخل تفعل الايميل بتاعك على الموقع ويصدر لك، هو يصدر لك على طول في ملف وورد، بس انا حاسس ان التنسيق اللي انا بعمله لما باخد الملف من مربع الانتاج هنا بيبقى افضل من التنسيق اللي هو اوتوماتيكلي بينفذه. فاجي هنا واعمل كنترول A واعمل كنترول C للملف اللي انا ظللته، واطلع على ملف وورد هنا فاضي.
هي صفحة الوورد، صفحة فاضية مفيهاش أي حاجة، وهاجي هنا وأعمل كنترول في للمنتج بتاعي بمنتهى السهولة. اداك الايه؟ اداك الملف. خلينا نطلع فوق كده، عايز اعمل كنترول ايه واكبر لكم علشان تشوفوا النتيجة المذهلة. انتروداكشن، والملف عندي مكتوب ومنسق، واخد حتى الكومات، ناقل الكومات، ناقل المسافات زي الكتاب بالظبط. تمام، يعني تقدر تكتب فيه زي ما انت عايز، تقدر تمسح منه زي ما انت عايز، تقدر تاخد منه نسخة، تقدر تاخد منه زي ما انت عايز. كل التصرفات اللي انت ممكن تعملها فيه كملف وورد هتلاقيها موجودة فيه. انا طبعا مش محتاج احفظ الملف او دونت سيف حاجة، بس اوريكم ان هو اكيد طبعا طالما بيطلع الصورة بالجودة دي اكيد ملف البي دي اف هيبقى بالنسبة له ايه، هيبقى بالنسبة له شيء سهل جدا. بس خلينا نجرب مع بعض. البي دي اف بقى فيه ميزة ان هو انت مش محتاج تاخد صفحة او صورة صغيرة، لا انت اهم حاجة ان يبقى حجم الملف ما يبقاش اكتر من 15 ميجا بايت. هاجي اعمل هنا واختار الملف ده، برضو انا ملف مجهزه من قبل التصوير علشان اشاركه. بصوا التحميل بيتم بسرعة وسلاسة، خاصة انا مشترك على اقل باقة نت. يعني حمل الملف، بمجرد ما يخلص التحميل هتلاقي الزر ده بينور، هدوس كونفيرت، هيقرا هو الملف ويعمل بروسيسنج في وقت قصير جدا. هتلاقي النتيجة عندك هنا في مربع الايه، الانتاج بمنتهى السهولة. هاخد كنترول A كنترول C واطلع على ملف الوورد اللي انا مجهزه عشان انقل الملف بتاعي. طبعا ده انترنت داونلود مانجر مزعج. بس هاجي هنا في الملف واعمل كنترول ايه، هاخده تاني كنترول ايه عشان اكبر لكم الصورة. حاجة في منتهى الجمال، تقريبا تحويل الملفات لتحويل البي دي اف لوورد ده امر يعني بقالي 15 سنة طبعا بحاول معاه، فعايز اقول لكم ان النتيجة ديت في منتهى الجمال. وطبعا دي كانت نتيجة متوقعة ان هو طالما بيحول الصورة لوورد اكيد طبعا هيبقى اداؤه في البي دي اف عالي جدا. اتمنى ان يكون البرنامج فاتكم. ما تنسوش بقى تعملوا شير لكل اصحابكم، لان هو حاجة مهمة جدا يبقى اداة الموقع دي مع كل واحد فينا. وما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب للقناة. وشكرا، اشوفكم في فيديو مفيد جديد، والسلام عليكم. بس اخد ملف الوورد بتاعي افتح ملف الوورد بتاعي واعمل له بيست هنا. شوفوا النتيجة، طبعا النتيجة متوقعة جدا. اذا كان هو نتيجته في الصورة كانت كده فاكيد ملف البي دي اف هيبقى احسن. ان شاء الله يكون الموقع عجبكم ويكون مفيد لكم. ما تنسوش تدعمونا بشير ولايك وسبسكرايب للقناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.